السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم تذكر مولد مليون وزيكا. النهارده جايب لكم حلقة حلوة خالص مع أرجوس كده، نلعبوا مع أرجوس، نتندروا مع أرجوس، الكلام ده يعني ندردش كده. أنا أرجوس ولا أنا أرجوس ولا يلا يا جماعة نشوف الكلب اللي هو ما بيثقش لأي حد خالص مهما كان، حتى لو بي اللي بيأكله ويشربه. نو ست أرجوس ده مش شخصية اللي هي مش بال مش بتديك الأمان بسهولة. أرجوس ده يا جماعة من اللي هي زي ما انتوا شايفين يديك حنية حنية، بس ساعة ما الوقت مش هتيجي عليه مش هيسمع على حد. زي ما انتوا شايفين كده يا جماعة، ويا ويل اللي يحط له أكل وياخد منه الأكل، ويا ويله هو تبقى محترم. لا بس لا لو المصحف دلوقتي بابا شافه كذا مرة وأنا ما كنتش بناكل أكل، والنهارده الحل وهو عنده الأكل بالايام دي ولا محترم خالص بيجيش بيزوم عليا. لا مش مع كله بقى، ست معايا ومصحف بزوم عليا قدام بابا ده ست النهارده ولا خدت شطه من غير ما بيزوم عليا. بس 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 ست كل دي مش هديك خشب. يلا يا جماعه نشوف ارجوس كده قاعد ومسلطن بعد ما اتغدى ومية مية. تعال تعال يا ارجوس، تعال تعال خد، تعال خد تعال خدها خدها، تعال تعال اديلك على ياسين. يلا تعال تعال خد، تعال ست 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 جود باي. هند هند يلا هند هن هن. لا نو 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 كم كم خد، تعال كم خد، تعال يلا بينا يلا بينا نمشي بقى. خد جاد اللايف تصحيح نو سيت اوف اوف ست زبيك 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 ست حد شكرا ست يال نو يال 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 ست داون داون عشان اقولها تاني داون داون جود مفكرة اكل يالا رمان نو هكسرها وارميها كله ما يبلعها ها مفكرة ده اصلا مفكرة هيك هرمي بس وليه طبعا اكله شفتيني كنت بيها ما يوسف هيجيب ارجوز ارجوز ولا سيب انا الخشب يا قال سيب انا الخشب رو او جه خدتها بقى عزوم استمري استمري هو عزوم هيكسر المشي هيكسر ولا ولا ما بيحبش العصيان ولا بس عادي اكتشف بسرعة ارقص 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 جات لي بري الامان ارقص ممنوع يا جماعة خشبة تيجي عنده ممنوع ارقص 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 بس كده خلاص هو يعدي داو داو اب خد كده احنا شوفنا مقطع حلوة اسمع بس انا عايز اي حاجة نو نو امسك اوعى ايه ده؟ نو نو يلا نو
بس يا ستي ستي ارجوس ستي انا مش راح اخد سيبالو ليه يا سي يا مش راح اخد مش اللي بيشد والله ما راح اخد حاجه حاجه المصحف ما راح اخد يلا بس كده. وده شدها له ليه يا سي؟ طب انا شدها ازاي ما عرفتش؟ لا كنت العكس بس كده وخلاص اه. صبري صبري بس بس المفتاح لفها لي السلسلة. هنجيب له اكل يا عم ياسر في الاكل ده. الكوبس خد. هتاخدها ازاي يا سي؟ هتاخدها ازاي؟ بص حاططها فين؟ أرجوس خد 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 يا ترى يا جماعة نعرف ناخد العصا دي من أرجوس ولا لا؟ اه اه اوعى تمد ايدك راح هات الاكل بتاعه هات الاكل بتاعه الطبق بتاعه يقول لي اسمه انت حضرت طبق الأرجوس روق اوعى ارمي له رجلي هناك هيروق لا انا مش واخد الطبق يا جماعه لو خدت بالكم اول الفيديو كنت بقول ايه بقول ان ارجوس لو حد واقف معاه بعصايه او خد منه حاجه مستحيل يداله تاني هو صعب عشان حاسب حاسب ملوش امان يعني ملوش امان يعني لو دلوقتي ياسين وصل لحد عنده علي العوض يلا يلا جد جد ست 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 ما تقعد يا عم اقعد اقعد يا عم اسكت يا عم اللي هيجي عليك روح هات الاكل بتاعه وهيسكت لا لا انا جاي بالك انت بتعاند يعني انت بتعاند يلا ياسين حاول يلا هات الاكل ياسين وتعالى مش هتعرف تجيبها ياسين مش هتعرف تجيبها خد اهو اهو يا ابني مش هتعرف الاكل الاكل هات اكل من هنا ما فيش حل غير ندور بعصايه تانيه ونشد دي طب ما ياخد العصايه التانيه ما انا عايز عصايه بلاستيك لا ياخد استنى ما هو مش هتعرف تاخد انا هوريها لك انت خدها ازاي حاسب ايدك حاسب ايدك هيعدي الجريد التانية يا ماما حطيني ماما قدام السي يا اسطى معاك مسمار كفايه مسمار يا ياسين ايوه كده حاسب 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 هذا يا جماعة حلقتنا النهاردة انتهت بهذا الفيديو زي ما انتم شايفين ياسين بطل المزرعة فعلا حقق فعلا دماغه شغالة عرف يجيب العصاية وعرف يشغل الكلب ازاي عشان ياخد من تحت رجله العصاية تحياتي لكل الناس الجميلة والناس المشتركة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكله التفاعل عشان خاطر ياسين وكله لايك وشير عشان خاطر الفيديوهات كلها توصل لحضراتكم ومع الف سلامة.